وها هو شوطنا الأول الرئيسي مشاهدينا الكرام للجذاع البكار ضمن فعاليات سباقنا المحلي الثالث في مرحلته الأولى وهذه الأشواط العامة للفترة الصباحية على بركة الله. إذا مشاهدينا الكرام نفتح معكم ملفات الجذاع وهنا في منافسات الجذاع يكون نزاع ويكون صراع ويكون تسارع ويكون تصارع وأيضا هنا منافسة سوف نشهدها في هذا اليوم تدور رحاها على مستوى الأشواط الرئيسية الأولى وهذا هو أول أشواطنا الرئيسية لهذا الصباح. الشوط الأول الرئيسي إذا ينطلق مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم عبر الهواء مباشرة عبر قناة الدوري والكأس وعبر قناة الهجن العربية الأصيلة نتابع معكم هذه التحديات ونحن في عربة النقل في تسابق مع مقدمة هذا الشوط لنرصد لكم ما يستجد على مقدمة هذا الانطلاق الرئيسي. يا سلام يا سلام يا سلام انطلقت إذا مشاهدينا الكرام الجموع والزحف يستمر دائما على المراكز الأولى بحثا عن الصدارة وبحثا عن تقديم المستويات الجميلة. إذا المركز الأول الزبارة، الزبارة تحتل المركز الأول للسيد صالح بن حمد القمر المري بقيادة حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثاني حماس، حماس تحتل المركز الثاني وتعود ملكية حماس للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي بقيادة المضمر محمد بن سعيد الدهن. المركز الثالث ثمينة، ثمينة وصلت في ثالث المراكز للسيد علي بن حمد بن مقارح المري الذي ينطلق شعاره مع ثمينة في ثالث المراكز. رابع المراكز الطويلة، الطويلة تحتل المركز الرابع وتتسلل إلى ثالث المراكز لسعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي يتسلل شعاره خير تسلل وينطلق مع الطويلة إلى ثالث المراكز. المركز الخامس وصلنا إلى التزام، التزام تحتل المركز الخامس للسيد محمد بن أحمد بالكيله العامري ضيفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. هكذا هي الخمس المراكز الأولى في هذا الشوط الأول الرئيسي لمسافة الخمسة كيلومترات. خمسة كيلومترات هي المسافة المقررة رسميا لتحدياتي ولمنافسات الجذاع. الشوط يسير بقوة وهنا حماس، حماس تشعل الحماس وتنطلق انطلاقة ممتازة في صدارة هذا الشوط. حماس للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي بقيادة محمد بن سعيد الدهن الذي تحدث عن هذا الشوط الرئيسي واصفا إياه بأنه أقوى شوط على مستوى المنافسات. تتسلل الآن الطويلة، الطويلة تتسلل وتخطب مقدمة هذا الشوط. شعار بن مايق الشعار المعروف يتسلل وينتقل ويستلم زمام الأمور من خلال تقدم الطويلة. الطويلة إذا غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط بشعار سعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي والطويلة تسير إلى مقدمة هذا الشوط وواضع نصب أعينها إهداء السلامات إلى منطقة العامرية. إذا الطويلة على المقدمة وهل العامرية يطالبون الطويلة بتقديم المستوى الكبير. المركز الثاني حماس، حماس إذا على ثاني المراكز للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي وعروضها مميزة. انتظروا مفاجأة حماس في هذا الانطلاق مع المضمر محمد بن سعيد الدهن. المركز الثالث ثمينة، ثمينة على المركز الثالث وديروا بالكم من ثمينة للسيد علي بن حمد بن مقارح المري وهذا الشعار الشطرنجي باللون الأصفر والبرتقالي، هذا الشعار المعروف والمملوك خصيصا لعلي بن مقارح.
الفلاح المركز الرابع. يا سلام يا بالكيلة، وصلكم محمد بن أحمد بالكيلة العامري مع التزام، التزام ملتزمة إذا بتقديم المستويات الكبيرة، التزام للسيد محمد بن أحمد بالكيلة العامري، تنطلق وتندفع في المركز الرابع. وصلتنا الوطن، الوطن مشاهدينا الكرام، تتسلل الآن وتنتزع خامس المراكز للسيد فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين، قادمة وتندفع الآن الوطن وتحتل المركز الرابع. يا سلام، شوط رئيسي أول، وهناك أسماء، أسماء الآن عندما شرفنا على الوصول إلى الكيلو ونصف الكيلو الأخير بدأت الآن تتسلل وبدأت الآن تنضم إلى قائمة ركب المقدمة. حماس على المركز الأول، غيرت حماس إحداثيات هذا الشوط واستلمت المركز الأول حماس للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي مع المضمر محمد بن سعيد الدهن. التزام التزمت بثاني المراكز الآن للسيد محمد بن أحمد بالكيله العامري. الوطن على المركز الثالث، فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين. ووصلتنا الآن الصمود، 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 الصمود لجار الله بن جهويل المري. تسللت الآن الصمود إلى المركز الثالث، وأيضا وصلتنا مطرة، مطرة عبد الله بن سعيد بو صلعة. الله، الصمود، 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 انطلق جار الله بن جهويل المري مع الصمود. سلام بن جهويل، انطلقت الصمود الآن، الصمود على المركز الأول جار الله بن جهويل المري، المركز الثاني حماس، حماس، الشوط حساس. الله يا حماس، حماس انتقلت الآن واستعادت حقوق المركز الأول للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي. محمد بن سعيد الدهن على عملية التضمير. المركز الثاني الصمود، الصمود صامدة في المركز الثاني، صامدة، 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 الصمود جار الله بن جهويل المري ينطلق مع الصمود. والشوط الرئيسي، ناموس الشوط الرئيسي، إلى أين، إلى أين يسير هذا الناموس؟ وهذه المعركة الطاحنة، معركة طاحنة ما بين حماس وما بين الصمود. حماس على المقدمة، الصمود على المركز الثاني، الصمود، حماس، حماس والصمود. الله يا الصمود، والله يا حماس، حماس والصمود. اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، حماس إذا مشاهدينا الكرام، حماس، حماس، حماس. تهانينا للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على فوز حماس بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني الصمود للسيد جار الله بن جهويل المري. المركز الثالث مطرة مشاهدينا الكرام للسيد عبد الله بن سعيد بوصلع المري. المركز الرابع جاءت فيه التزام للسيد محمد بن أحمد بن كيلة العامري. والمركز الخامس خداعة للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا هي روح المنافسة القوية، هذه هي الأشواط الرئيسية، وإلا فلا. هكذا هي المنافسة الحقيقية عندما اصطدمت الصمود بقوة حماس، وحقيقة الاثنتين قدمتا مستوى راقي وكانت منافسة قوية، وكل الجماهير حقيقة كانت حائرة إلى أين سيذهب هذا الناموس. وبالفعل حماس هي من أشعلت حماس هذا الشوط، وقطعت مسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق و44 ثانية و23 جزءا من الثانية. تهانينا مشاهدينا الكرام للسيد راشد بن ناصر بن جبر النعيمي وللمضمر محمد بن سعيد الدهن الذي أدرك خطورة الموقف وأكد قبل بداية هذا الشوط على أهمية الشوط الرئيسي. المركز الثاني جاءت فيه الصمود وقدمت مستوى كبير، ونتوقع لحماس وللصمود مستقبلا زاهرا في هذه الرياضة. 7 دقائق 45 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيد جار الله بن جهويل المري على أداء الصمود الجيد والأكثر من جيد حقيقة. المركز الثالث جاءت فيه مطرة وقطعت المسافة في 7 دقائق 46 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا للسيد عبد الله بن سعيد بو صلع المري على فوز مطرة بالمركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام، هنا بدأت المنافسة ما بين الصمود وما بين حماس.
حماس والصمود، والصمود وحماس، كلمات وأسماء رددناها في الأمتار الأخيرة، ولكن حماس هي من استطاعت في نهاية المطاف أن تحسم هذا الشوط الحساس، وهذا الشوط الحساس يتسجل باسم حماس. تهانينا إذن لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي على فوز حماس، وكذلك التهنئة بدورنا ننقلها للمضمر محمد بن سعيد الدهن. أما في هذه اللحظة